لو بتحبوا بقى تفطروا كبده يوم العيد الصبح كل سنه وانتم طيبين، تعالوا نعملها مع بعض بطريقه سهله بدون اضافات كتير خالص، وهتطلع معاكوا طعمها يعني حاجه كده في منتهى الجمال. تعالوا بقى كده اما اقول لكم انا عملتها ازاي. انا جبت كده طاسه على النار سخنتها كويس، وبعدين حطيت فيها كده معلقتين زيت وقطعه كده من الليه، وبعد كده بقى حطيت الكبده انا مقطعاها بالشكل ده، ممكن انتوا تقطعوها شرايح. وطبعا انا ما قلبتهاش، يعني سبتها على نار عاليه كده في الاول علشان ما تنزلش الميه بتاعتها. طبعا الكبده مش بتتغسل، يعني انا عصرت بس كده عليها ليمون وسبتها كده شويه، وبعد كده صفيتها. ممكن تحطوا عليها كوبايه حليب، برضو بتضيع الزفاره بتاعت الكبده، تصفوها كده قبل ما يعني تستخدموها. وبعدين تبلتها بقى كده بملح وفلفل اسود ورشه كده من جوز الطيب، بس ما حطيتش عليها اي اضافات تاني، لان انا كنت عايزه بس يعني طعم الكبده هو اللي يبقى ظاهر عندي، ما حطيتش بقى لا توم ولا اي حاجه تاني خالص، ولا بصل ولا اي حاجه، هي بس كده خفيفه على الصبح. بصوا حاجه كده في منتهى الجمال، وهتطلع معاكم طعمها تحفه. جربوها بالطريقه دي، ممكن كمان تاكلوا معاها بس كده قرن شطه حامي، هتطلع معاكم حاجه كده منتهى الجمال. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم اشعار لما انزل فيديو جديد هنا على القناة. كل سنة وانتم طيبين.